دي ايفون 7 بلس، اللي الشاشة زي ما انتم شايفين مكسورة كسر خارجي. هنبدأ ان شاء الله نصلح نفس الشاشة بدون ما نغير الشاشة كامل. فكينا الشاشة وحطيناها على الماشين الحرارة، بدأنا نفك الفريم بتاع الشاشة. الفكرة ان احنا نحافظ على الشاشة الاصلية ونرجعها وكالة بدون ما نغيرها كامل، نوفر للزبون في السعر، وطبعا جودة الشاشة تكون احسن من تجيب شاشة من برا. بدأنا نفك الفريم، نضفنا الاطراف، وهنبدأ نشتغل بسلك رفيع جدا ان احنا نعزل الكسر من الشاشة. طبعا احنا شغالين على درجة حرارة 80. بدأنا نفك زي ما انتم شايفين كده، فكينا الشاشة واحدة واحدة. السلك طبعا رفيع جدا عشان يعزل الكسر من الشاشة. دي الشاشة بعد ما فكينا من عليها الكسر زي ما انتم شايفين كده، ودي الكسور. نبدأ ناخد الشاشة ونحطها وننظفها تنظيف كويس. نظفناها تنظيف كويس، طبعا ده الجلاس الجديد مكان الجلاس المكسور، حطيناه بالطريقة دي. وبعدين هنحط الشاشة في ماكينة الكبس عشان نكبس الشاشة على الجلاس الجديد. طبعا دي ماكينة كبس، تاخد تقريبا 30 ثانية تكبس الشاشة. الشاشة دلوقتي اتكبست اهيت، ان شاء الله هتبدأ تطلع وهتشوفوها هيكون فيها بعض البابلز الصغير. طلعت الشاشة بعد ما كبسناها، شايفين البابلز الصغير ده، هنحطه في ماكينة البابلز. حطيناها في ماكينة البابلز، وبعد كده ان شاء الله هنطلع الشاشة ونركبها. ورجعت كده بإذن الله الشاشة وكالة كأنك ما عملت فيها حاجة، وصلحت نفس الشاشة للزبون ووفرت عليه. دي شاشة 7 بلس.